اسمحوا لي اضرب مثال تاني عشان اوصل الحكايه بشكل بسيط. احنا مثلا عايزين نعلم اولادنا مثلا شرب الميه، يقولوا 8 كوبايات ميه في اليوم ده كويس جدا فهم مش قادرين يعملوا الحكايه دي، فنقول والله احنا نثبت الزمان وانت داخل من البيت وانت قبل ما تخرج من البيت، اول ما تقوم من النوم قبل ما تنام. نثبت المكان، في مكان معين انا بروح اجيب منه عاده في البيت، في مكان بجيب بشرب منه الميه، اثبت الجهد. مفيش حاجه اسمها ابدا اني اشرب كوبايه ميه كوب واحد، دايما اشرب 2. فوانا داخل وانا خارج وانا صاحي قبل ما انام كده بقوا 8. اذا مشيت على الحكايه دي شهر انا اتعود على العاده. ولكن كمان هناك التخلص من العاده. اوكي، التدخين ده سلوك ولا عاده ولا طبع؟ عاده. عاده. لانه كان سلوك مره صح سيء، صح. ولكن مع التعود هذا بقى عاده، خلاص عاده صح. وبالتالي اللي يتخيل ان التدخين لا يمكن التخلص منه فنقول له لا ده مش طبع، ده عاده. والعاده دي اتخلص منها بتثبيت المكان والزمان والجهد. فهذا عايز يبطل سجاير فيقول والله انا مش هشرب سجاير ابدا في مكان مغلق. خلاص، يبقى انا دايما لازم ايه اخرج بره. هو اصلا ممنوع يعني ده هنا، ولكن في اماكن كتير ممكن حد في بيته مثلا يعمل صح.